بقول لهم لا خلص انا بدي اروح ادور، اروح ادور عليه من وراء اخوته. بقول يما خطر يما خطر، فش شويه طلعت ادور اللي هم، بقول لي يما لقينا صلاح الحمد لله. يما وينه؟ اللي هو بقول لي بس مستشفى. ربيته بالحب تاعي وصاروا شباب. فش هيك اربي واربي مسافه طلق هيك ضيعه؟ ليش؟ وين الأمم المتحدة؟ وين الناس؟ وين اللي يقفونا؟ إحنا يا أهل غزة متنا متنا، ما حدش قلنا وين أنتوا يعني، هالقد مش قادرين يوقفوا الدنيا أهو. إيه معلم صلاح. عملته مسافة طويلة. دفنته وعرفت مكانه، وكل أسبوع كل ما اكون زهقانة بروح بقعد عنده، فيش له قلبي بحكي معاه. يوم ما خشوا في الصناعة انا قلبي بقيت نهار، افري 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 يا رب يخشوا على الارض اللي فيها صلاح، يا رب يخشوا على الارض اللي فيها صلاح. بدي اروح اشوف صلاح. خشيت رجلي لسه يدوب رجلي خشت في اول القبر، شفت لك اياها مجرفة. نفسيتي تعبت وانقهرت اكثر من يوم استشهاد. مش قادر امشي، صرت ازحف ازحف، كنت فاقده الوعي. بأدور بأدور بدور ألاقي عظمة، لو ألاقي إشي أعرف إنه أنا صلاح. عثرت في شقفة خشبة من تحت نخلة البلح عشان أنا كنت معلمة صلاح منها. مسكتها وحضنتها، يمكن المشاهدين الناس شافوني لما حضنتها. لقيت قبرك يا صلاح، لقيت قبرك يا حبيبي يما، يا راحي يما، يا راس قلبي يما. الحمد لله رب العالمين، لقيت قبره في مكانه. بس إيش؟ وعلى الدار حاطين عليه رمل. انا قدك الجبل عليك يما. يا روحي يما، يا قلبي يما، يا ربي يما، يا حبيبي. لما لقيت قبر صلاح حضرت القبر هيك اشي سحل هيك دوبردت، يعني ريحت اني لقيت ابني في مكانه، مش رايح ولا حدا ماخذه ولا شيء. قريب الهدف. كل يوم اليوم اكبر مني 20 سنه. كان يوم 11/12 قال لي يعني مش ناسيان. قلت له لا يا امو انا بنسى روحي ما انساش. قال لي طب وين الكيكسه؟ قلت له يما فيش الكيكسه، ان شاء الله بترجع تاكل الكيكسه.